وإنما لقب عيسى عليه السلام بالمسيح لأنه كان يسوح في الأرض أي يمشي كثيرا ليدعو الناس إلى دين الله. وبعض الناس يعجب من قديم، سألني بعض الناس، طيب هو هكذا، طيب المسيح الدجال شلون اسمه المشترك؟ إيش المشكلة يعني؟ إن كان الآن إنسان كذاب اسمه على اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هل ينفعه هذا يعني؟ عجيب يعني، هذا لا داعي لهذا السؤال. أيضا لقب المسيح الدجال بالمسيح لأنه يسوح في الأرض، ومعلوم قصته وتفاصيلها كثير مشهورة، يسوح في الأرض ويدعو إلى نفسه المسيح الدجال.